اهلا بيكم، انا ياسر انجد. النهارده هنتكلم عن شجره الجهنميه وازاي نخليها تظهر بشكل كبير جدا جدا جدا. لو انت مهتم بالموضوع تابع معايا لاخر الحلقه. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان شجره الجهنميه من الاشجار المتسلقه، بيصل ارتفاعها من حوالي 7 ل 8 متر تقريبا، ولكن في نوع منها بيطلق عليه اسم الجهنميه المقزمه زي اللي طالع في الصوره قدام حضراتكم دلوقتي. طبعا الجهنمية أزهارها ليها أشكال كتيرة جدا جدا جدا، منها اللون ده أو اللون ده أو ده. طبعا احنا لو هنعد الألوان بتاع ظهور شجرة الجهنمية كتيرة كتيرة جدا جدا، في برضو ده وده وده. طب يا جماعة، لما نيجي نتكلم عن طرق تكاثر الجهنمية، هو بيتم بعدة أنواع، منها العقل الخشبية أو العقل الطرفية أو الترئيد عن طريق استعمال البوتموس أو استعمال المياه أو الترئيد الأرضي زي ما حضراتكم شايفين. في طريقة تانية باستعمال البذور، تكاثر باستخدام البذور، تمام. وعموما تابعونا في فيديو تاني هنتكلم فيه عن طرق تكاثر الجهنمية باستفاضة أكتر، وعن مواعيد الزراعة ومواعيد التكاثر اللي بيتم في شجرة الجهنمية. طيب يا جماعة، الجهنمية دي ممكن تتزرع فين؟ طبعا هي بتتزرع داخل الحدائق بجوار البرجولات طبعا، عشان هي متسلقة ممكن تتسلق عليها، أو في مداخل البيوت والعمارات، أو زرع كأسوار للحدائق. طبعا بتدي منظر جمالي جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. طيب يا جماعة، هنتكلم دلوقتي ازاي نخلي الجهنمية دي تظهر بشكل كثيف جدا جدا جدا. أول حاجة هنعملها عند الزراعة، لازم تكون مزروعة في مكان بيتعرض للشمس لفترة كبيرة جدا في اليوم، حوالي من 6 ل 7 ساعات. ودي أول حاجة، لأن كل ما الجهنمية بتتعرض للشمس فترة كبيرة كل ما بتظهر بصورة أكبر. الطريقة التانية إن احنا نسمدها بسماد يحتوي على عنصر البوتاسيوم، تمام. الطريقة الثالثة إننا نقوم بتطويش كل العناقيد الزهرية اللي بتطلع في الجهنمية، خصوصا في الجهنمية المقزمة، وبكده نقدر نشجع باقي الفروع إنها تطلع عناقيد زهرية بصورة كثيفة جدا جدا جدا. أما الطريقة الرابعة وهي أهم طريقة في الموضوع كله، عشان نخلي شجرة الجهنمية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، وإننا نعطش شجرة الجهنمية بشكل كبير جدا، نخلي فترات الري بين الري وبين التانية طويلة لحد ما، تقريبا من اسبوع ل 10 ايام. كده يا جماعه هنكون عرفنا ازاي نزود ونكثف ظهور شجره الجهنميه عن طريق ال4 حاجات اللي احنا قلناهم، سواء بالتعريض للشمس لفتره طويله، او بالتعطيش لفتره كبيره، او بالتسميد بسماد يحتوي على عنصر البوتاسيوم، او بالتطويش للعناقيد الزهريه خصوصا في الجهنميه المقزمه. انتظرونا في فيديو جديد هنتكلم فيه عن تكاثر شجره الجهنميه بالتفصيل ان شاء الله. لو انت بتشوفنا لأول مرة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل شير ولايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. دمت